يتكبون تونس بازار تزغوان تسمعونا اون ستريمينغ راديو تونيزي بوان كوم وتتفرجوا فينا زاد على الويب كام. اذا كنت تحبوا تسمعونا صافي في تونس الكبرى 93 5 راديو مادوي ما كنتوا يوصلكم صوتنا وتوصلكم زاد تصويرتنا على الويب كام بتاعنا احنا حتى الخمسة تاع العشيه في لمتنا اليوم. شاكر بالشيخ عبد الجليل السمراني من الجمهور وضيفنا كما قلت لكم بكري شويه الفنان المتالق المتميز الشريف علوي. اهلا وسهلا بك شريف. شكرا على الاستضافه. مرحبا بك. انا وليت ان ديسيبل نتاع صديق عزيز صديق عزيز. شكرا عبد الجليل السمراني. اهلا وسهلا بك صديقه. عايشك ملال ملاك ملال 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 هي ملاك احمد العظيم المخرج غارس هسيك معاذ بالطبيعة ماتينال ولا اليوم برك لا لا ديما ماتينال ماتينال على خاطر شوف فما حاجه اللي مشات على روحها سي لا سيغاريت جو فيم بلو دوبوي يعطيك صح كلكو موا والله يعطيك صح. توا حتى نرقد كيفاش كيفاش جا القرار خاطر انا بيدي بطلت والله اخسر هو سيتي ديكتراس العام بون قلت انا شنو الحكايه هذه طب باش ندخل عام جديد ايه وشنو هو جديد معنا يلزمني نجدد انا نجدد نفسي انا وجددت قلت وحلفت كنت معناها ان باكي دمي بارجور معناها برشا حلفت قلت هذا هذا اللي انا كنت نظن شادو وهو اللي كان شادني فهمت اذا انتهى امره انتهى وتوا نحس روحي حتى كان نرقد ساعه ديما اون فورم بون نعمل شويه سبور فيلو نعمل بيسين نجي برشا نابل انا بحذا الاولاد هنا بحذا بيسين شوفيه في الشتاء بوغ لو مومون منجم تنساه وسي بون معناها نعم معناها بوغ لو مومون منجم تنسيه وما تريزيست معناها على الدخان جو ريزيستوري باذن الله ان شاء الله. العباد اللي تسمع فينا اكيد تحب تعرف كيفاش تقاوم الدخان نعطيهم افكار مثالش نجم نقول راهو انا كتبت هكا حاجه صغيره انا شريها ودارت بالكدا قلت تغزر كلمت خويا قال لي توا نبطل بشويه بشويه توفيق حكايه فارغه اي حكايه فارغه قام خويا الاخر قال لي لا لا نبطل ونستعمل السيجاره الالكترونيك راهي السيجاره الالكترونيه من اخطر ما يكون لان نارها النار نتاع الالكتروني راهو الكتروني تمشي طول للسيلول لانها النار سيبلي فهمت السيبل لي بومون معناها تمشي طول اشعه نتاع الجبده هذيك اللي هي سخنه وان بلوس تنشف الرواري واللي يعملوا في سيجار الكترونيك هما نفسهم هما نفسهم يعرفوا وانهم يلزمهم على الاقل يشربوا 6 لتر دو بار جور عليه على خاطر تنشف معناها لي بومون والكلاوي السيجار هذاك السيجار الالكترونيك وفما شكون يقول لي والله العظيم كي نبطل نمرض شوف كلام فارغ كيفاش كي تبطل تمرض يعني كي تنحي حاشاكم الاسمام تمرض ما تمرضش انت باش تقاوم انت باش تكون عندك حاجه برك العزيمه فوالا انا بدي شكرا للدكتور حكيم لا والله العظيم كنت كيفي باك ونص كيف ما قال وقت اللي قررت باش نبطل بطلته وليت نتبنن الماكل نتبنن النوم نتبنن نفس الشيء اي انا وليت نشرب برشا ماء وتحس انه واحد انا ما بطلتهوش سعيد وعامل جو لا انت هذيك انت شاذ في كل شيء في كل شيء خلينا قبل ما ندخل في حوارنا مع شريف نمشيو معاه في الروبريك بتاعنا اللي هي بيسبوك 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 مع منال جمهور أيوة. نورمالمون دي ستاتيو ولا دي كومونتير على حاجات مواضيع ديفير وانت تعطي رايك فيهم نبداو بالتونس بتونس وعاطف بن حسين هبط ستاتيو على باج فيسبوك نتاعو قال لو كان جات دور الثقافه ودور الشباب ونوادي الاطفال محلوله ومهيئه وفيها نشاط كثيف رغم المراهقين والشباب نتاعنا هزين جيتاره ولا عود ولا ملابس بروفه مسرحيه ولا ادوات زينه مش هزين السيوفه والسكاكن الاحتجاج ثقافه فكروا اعتصام الرحيل باردو والسلام بين بينا لي كومونتير اللي جاوه على البوبليكاسيون هذه فما شكون قالوا الكلام ساهل ماذا فعلتم لما كنتم في الوزاره جاوبهم هو قال هل تتصور انه الفعل الثقافي يصنع ديوان وزاره الثقافه اكهو هل تتصور انه نكبه الثقافه متاتيه فقط من ديوان وزاره الثقافه
رأيك شريف؟ رأيي أنا فما فترة من فترات لما النادي قال قرأ 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 والوزير قال لا. أنا نقول لك الوزير سيرتو الوزير توا تاع الثقافة معناها يعطي ويعطي ويقرر ويمضي على الحاجات. إذا الوزير يقول إيه والإدارة تقول لا، أو علاش؟ تعرف رو مش ديما هكا نفس رأي برشا جاوب حنا عكس رأيك، ولا ينتقدوا ياسر في وزير الثقافه. لا ايش قالوا؟ مش دعم يسبوها لا مثال كل المنحوه ماشي يسب. لا لا انا ما لهش في دعم لحد شريف واستاذ عبد الجليل الصحفي اللي عندنا عشرة طويله يعرف انا مانيش في الدواليب هذيه، بالعكس انا نقول السيد هذا قاعد يخدم. اما راهو مكبل، راهو تنجم تاخذ قرار من عند اي وزير، اما باش تمشي تنفذوا باش نعطيك معلومه على القرارات وعلى الاداره. في جربه حلوا بين صفاقس وجربه شخص عنده 10 سنين يجري على رخصه انه الناس تسافر في بطو جديد شين معناها بتاع لشين معناها عملته خصيصا لروشي للمناخ نتاعنا الملوحية المياه. فما تحاليل صارت قبل ديجا بعشر سنين، أنا عشر سنين قبل وعشر سنين يجي خذا من عند وزارة معناها النقل الرخص. وقت اللي مشى الإدارات عطلوه 5 سنين، معناها راهو مشكلتنا ماهيش الوزارة، هي آخر وزارة تدعم وتعطي في الفلوس. اليوم آخر وزارة في العالم، وهذا بالإحصائيات وبالوثائق، آخر وزارة في العالم وزارة الثقافة في تونس، تعطي في إمكانيات وفلوس. الوزير اليوم ما عندوش إن أوكان بوا عليه، على خاطر مزق الحكاية عند هذا وعند ساعة ساعة تلقى إدارة فيها حزب الفلاني، والإدارة هذه فيها 3 أحزاب، والإدارة هذه فيها 20 نقابة، والإدارة هذاك علاش وقت اللي يلوموا على عاطف كي كان في ديوان الوزير يقولوا له ايه الكلام هذو ناس. انا نقول ما يعرفوش واقع الإدارة. اجا ندخلوا في تجربة الإدارة ونعملوها كحكاية، انه بعد ما يتعدى قرار شو قداش باش ياخذ وقت مع الإدارات. اما حاجة اخرى شريف خايبة برشا، اللي هي وقع غلق دور الثقافة والشباب يومي السبت والأحد، وصارت فيها مشكلة كبيرة للشمال، وفما دار شباب تطلقت ووقفنا مع مشترى أغلقت يعني إدارين بوقتها حسام الساحلي أثار الموضوع هذايا، وقع استهدافه من قبل نقابة مديري دار الثقافة يحبوها تقعد مسكرة نهار الأحد ونهار السبت. وجاء حتى شكون هنا وقت نذكر في برنامج برمقلي وعمل رد ودخلوا على حسام على حكايه وقت مركز فنون الرقية الدرامية. فما انا نحب نسال وكرد لاسومين تلامذة تقرا وقتاش باش تمشي دور الثقافه في مصر؟ سمدي دي كيفاش تربينا كلامهم؟ لا مش حتى سمدي دي حاتم مثال، هو مازال ما خرجش لي ميديا، لكن من بين البرامج نتاعو قال انا ساسعى جاهدا انه القرايه تولي تخلي وقت كبير لدور الثقافه وللعمل الثقافي. ما ثماش تنسيق، حاول قبل كنا نهار جمعه شيء شاكر نعملوا عمل ثقافي رياضي، قالوا نهار جمعه كامل وهناك قرايه ماضي 3 توفى باش الناس تمشي اذا انت انا ولدي عمره 6 سنين كرتابه نتاعو حبيبي معناها الكتب وصل لي يقول لي انا ما عادش باش نقعد هنا، وين باش تمشي؟ يقول لي باش نمشي بحذا ميما مثلا. علاه؟ يقول لي ياسر قرايه صغير، كل ياسر غراي، كلهم متقلقين من السيستام، كلهم متقلقين من 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 نحت التعليم. اليوم في دندن عملنا حديقة كرئيس بلدية كرئيس جمعية بلدية، إن شاء الله رئيس بلدية ترشح. برا اللي نديته يستقبل نحب النشاط، خاطر رئيس بلدية باش يقعد في بقعة وساعة ساعة القرارات ما تعديش. أما خدمنا في مدرسة صعبة جدا جدا، باش نرجع لحكاية الأوقات صعبة، 800 متر كاري. قلت المدير ما قلت الصغار ذوما باندية وياسر صعاب، وحتى المعلمين يبكيوا منهم إلى درجة وأنهم في القسم يردوه.
قلت له خلينا نعمل التجربة هذه. عملنا التجربة هذه حديقة 800 متر كاري، بدينا نغرسوا أو ميوزيك، بدينا نحطوا معنا دي جرين للتركيز، نحطوا حاجات كما العدس باش يركز وكا شوية نقيوه وكذا وكذا وكذا. حاصل أبود سيموا تفضلوا يجي عملوا ريبورتاج في المدرسة هذه اللي في الدندان اسمها مدرسة النور الابتدائية. وصلنا معناها ربطنا بين وقت يوصل الربيع، قريب يوصل الربيع والطقس باهي، يخرجوا حتى مع المعلمة مع المعلم في الجغداء في الجغداء باش يقراوا. وحتى كان تكون ماتيماتيك نجم نمروها وإحنا في دون زان كليما. احنا ما عندناش هذية، احنا عندنا نابليون توا هنا، معناها اللي فرنسا محات القوانين التوسعية متاع نابليون اللي محاتها، معناها قضات عليها بريسك، نقول بريسك احنا ما زلنا عايشين بها. المدرسة أركايك، السيستام أركايك، الإدارة أركايك، طريقة التفكير متاع أي وزير كان على أول ما يدخل رب يدخل في السيستام. دونك باش تقعد الحكاية الصغيرات اللي هما ألاج دو 3-4 حتى الكوليج حتى الليسي ضايعين، لأنهم ما همش في مناخ متاع التعليم. التعليم علموا أبنائكم وهم يلعبون، علاش هذه الضيعة؟ اللي بعد فيسبوك باش نمشي ونشوفوا أعمال فنية جديدة اللي كشف عليه عدد من نجوم العرب. نبدأ بهيفا وهبي النجمة اللبنانية اللي بدت شوق في الجمهور متاحة بكليب لغنيتها الجديدة اللي بشبطها في عيد الحب. نعرف يهمك برشا عبزي للخبر هذية في النهار كبني هاي فين تدخلني في الغناية 14 فيفري والغناية تحت عنوان توتا. قامت هيفا وهبي بنشر صور من أجواء كواليس تصوير الكليب هذية، تم تصويره في بيروت تحت إدارة المخرج سليم الترك، وتظهر خلاله في مظهر المرأة القوية الملاكمة كما أغلب كليبات هذا اللي يقبل وما مش برشا ديجا يتعدوا على صوابع اليدين. دونك ديما تظهر روح المرأة القوية، والغنية من كلمات الشاعر شادي نور وألحان بليل، والفانز متاعها عملوا حملة ترويج لعملها هذايا جديد وحدوا بروفيلاتهم على اللي غزو سوسيو من خلال كلمة توتا. طيب إذا كان عندك تعليق على الخبر سينو زادة عندي ليك سؤال في نفس الإطار. هاي فوابي عن سيغتان مومو ديما نعتبروها من نوع الفنانات اللي ليست لها إمكانيات صوتية واستعراضية أكثر منه فنانة، معناها تعمل الشو شنو تستعرض حتى الشو ما تستعرض شيء أصلا شنو تستعرض. لكن أنا تفاجأت ما هو الاستعراض، لكن أنا تفاجأت زادة أنها ممثلة نجحت في دورها كممثلة شريف علوي. فهل يشفع لها دورها كممثلة أنها اسم فنانة أو صفة فنانة؟ هي توا لي تونجاجي في اللوك هذا، لوك نتاع لابيل فام نتاع نتاع الغراء، هو بدو على ستار في ليه لابيل فام. لابيل فام صاحب شريف صحيح، سي تون تري سي تون دياس. هذه معناها النوع النساء كانت ممكن تمثل آلهة عشتروه. شريف تسمع فينا ريم لا نحكي على الجمال، نحكي على الجمال واسم الريم يعني تتكلم مصر خلوا ريم خليه عليه انا احساس ما يتقيدش. بالطبع هيفا وهبي اللي تنجاجي في حكاية الأغاني، لكن راه ما هيش تغني ما تغنيش كي قلت ما غنيش اللي تعمل فيه تقول استعراض، ما هوش استعراض. استعراض ماذا؟ انا عندي اكثر احترام للي يستعرض في الصندوق الغلة متاعه ويزينهم ويحط هو طرف نعناع فك علينا عاد شريف شبيك على هاي وشاشيه صحيح والله صحيح شبابه ودنجري ويبدا يرش في الماء ويغني على الغله، يغني على الغله نتاعه على البرتقال على التفاح وتشوف هكا تابلو هذاك يعمل في الاستعراض. هيفا تستعرض في جمالها وفي ما فتنها في قدرات الجسد وايضا في قوة عضلات. لا طريقه التسويق هذوما افكار المنتجين، هذوما افكار المنتجين وافكار المخرجين وافكار للديريكتور دو فوتو. معناش احنا ناس تفكر هكا في فما برشا برشا. انا نحكيوا على تجربه بعدين جديده عشناها في الكليب. هذوما راهو ماهوش افكار هايبه، يا اخي هايفه وهبي هي اللي تتفكر
لا من تحسب الرسوم عليها وإليها إيجا هون يا هيفا نخرجوك من المود هذا نحطوك في مود آخر. أي صحيح. توا أكل فينيس صناعة ديكا يا أو كسيتاكي وزيت اون فام تريفين أنت تو تريبال توا يكال فو مونتري كتو لا فام فورت سيتو. يلا نمشيو اللي فيسبوك من هيفا وهبي باش نمشيو للفنانة أنغام اللي زادة كيف كيف تحضر بديت العدد التنيز بلوتو باش تصدر ألبومها جديد راح تذكرني باللهجة الخليجية مع شريكة روتانا ونشرت العديد من الفيديوهات التشويقية للألبوم تاعها اللي باش يخرج اليوم نهار 27 جان في 2018. أنغام تعتبرها فنانة؟ أنغام فنانة؟ فنانة. أنغام أولا فنانة لأني راه الفن معنى هو تخصيب لطول العمر. فما شكون يخصب في اليورانيوم باش يعمل قنابل ويفرقع الدنيا، وفما شكون يخصب القلب والإحساس باش يقوم بتقديم نحت لون فيه. هي فنانة في ماذا؟ فنانة في الأداء، فنانة في الكلاسيك، عندها قوة إحساس وعندها إحساس وما تحطش الرداء زادة. إذن هذا جزء من التفنن بأكمله. تمام. أنت تتفنن في أمام المسدح خويا شاكر وخويا. لأن في بلاصة أخرى تفنن. لا مش كيما أنا قدام المسدح ما يغريكش. أنا مرعوب توا قدام معناها دو جران جورناليست. لأني نقول نبدأ نخم. أنتم ولات لكم أنا. هذا تفنن. إذا أنغام متفننة. في صوتها في احساسها. سؤال اخر شاكر قبل ما عبد الجين نحب نساله سؤال. برشا يعرفوا على انغام انها شخصيتها صعيبه، صحيح ولا غلط؟ اي صعيبه. اي صعيبه. انا حضرت لها مره انغام مش في كارتاج، في حفله عملتها سبيسيالمون للسي اس اس. مات عمها اللي هو عماد عبد الحليم اللي تبناها عبد الحليم حافظ، ذاك يجي عمها وهي وقتها في خلاف شديد مع ابوها، مازالوا كترضاو تو ما يعمل معاها. هي طيب وقتها سنها طيبة. اوكي. لكن ما مشيتش، ما نجمش تقص على الحفله وقت ما رجن في تاع سيدي منصور يهز برشا 8-7 آلاف والعباد قاسه، يعني باش تشوف انت انها فعلا فنانه عميقه. نسيت الالم نتاعها الكل وقعدت ساعتين على الركح وهي تغني، لم تتاثر، بينت انها فنانه. كي خرجت تاثرت لانها هي الديال نتاعها هو عمها أقرب لها حتى من بوها. وهي راي تحسب على الفنانات ربما اللي حاملت لواء ضد الرداءة. توا راي أنغام تغنيش أغاني رديئة. شوف أنت شنطة سفر تاعها كانت تذكرها يا طيب اللي يعني كسرت الدنيا في وقت من الأوقات. وشوف توا روتانا حتى كتخلت على نوعية هيفا وهبي ومن حجازي دينا حايك نوعية ذيك، قاعدت تشد في بعض الأسماء الجيدة من مصر، بعض الأسماء الجيدة من لبنان. هي مركزة على الخليج، هذاك حقها طبعا. منهم أنغام. واضح. بزبوك. مازال أخبار آخر. النجم السوري قصي خولي عاد للدراما السورية بعد غياب عليها لعدة سنوات. جمهوره أعلن على تعاقده على مسلسل تاريخي جديد بعنوان هارون الرشيد ليحكي على قصة الخليفة العباسي الخامس. من المقرر عرض العمل هذا في رمضان 2018. عدد من النجوم زاد هبطوا صورهم على الانستغرام باش يمثلوا في المسلسل هذايا، دونك كيما مي عز الدين، ماريتا الحلاني، نيكول سابا وغيرهم. اما حاجه سوبريز انه ظافر العابدين زاد باش يكون موجود في العمل هذا. ظافر العابدين باهي الحقيقه، متميز ومتالق في كثير من الاعمال العربيه. ظافر العابدين مدين جدا لمصف ذويب. مصف ذويب هو الذي حمله من كره القدم الى التمثيل، وحتى ظافر قال ولا اي يعني هو وظافر يعترف بشيء. انا نذكر كور في ترجي الجرجي، كان كور في ترجي الجرجي شاكر هو فهمني. بالنسبه للعمل اللي شاكر نعلق عليه نتاع هارون رشيد، تذكر قبل يعني ما يسمى بعد يعني الحمله التدميريه الشعواء اللي تعرضت لها سوريا، كانت الدراما السوريه سيطرت تقريبا، لم نكن نسمع عن الدراما التركيه ولم نكن نسمع بالدراما التركيه ان صح التعبير. الدراما السورية في وقت من الأوقات هددت عرش الدراما المصرية. احنا نتذكر مصر كانت تنتج في حدود 60 فيلم 150 فيلم و60 مسلسل. دخلت عليها الدراما التركية السورية اللي ركزت على الفانتازم الفانتازيا، تذكر الكواسر والجوارح وما إلى ذلك، هذيك الكوليكا فانتازيا. وشفنا أسماء ونجوم كبيرة، ما عادش عندنا كان دريد لحام ولا غوار توشي ولا أسعد فضة في وقت من الأوقات. احنا نعرفوا كان هذوما قبل،
اوكي دونك شفنا اسماء جديده كما هذايا قصي وما الى ذلك. جات الحرب على غالب دمرت ما دمرت من سوريا، لكن دوله تنبض بالحياه ومدينه كما دمشق اللي هي اقدم مدينه في التاريخ، عمرها يفوق 7000 سنة، جين بعدها غزة مازالوا قاعدين ينجوا، باش ينجوا على هارون الرشيد. وهارون الرشيد رو يعني ربما العلامة المنيرة في تاريخ سمي بالعصر العرب. الذهبي في تاريخ على كل حال ينزل التاريخ العباسي، هو من الدولة العباسية، الدولة العباسية طبعا وهو التاريخ الذهبي. شاكر هارون الرشيد مهما كانت الخطر فما جوانب سلبية برشا طبعا نقولوكم على السلاطين، يلزم يبقى رمز لهذا الترق. يكفي انه اسس بيت الحكمه، بيت الحكمه مثلا. بعد شويه باش نحكيو بالطبيعه لنوفوتي نتاع شريف نهار الاثنين، باش يكون فما كونفرنس دو بريس باش يعلن عليها على اول عمل يعني نجم نقولوا محارب يحارب كل ما هو قتام وكل ما هو رديء بتاتر في تونس ان شاء الله. يعجبكم برشا باش نحكيو على وينك يا غرامي، تعطينا تفصيليا علاش اعتبرته فعلا عمل سيحارب القتام في تونس. بعد شويه اذا نسمعها من عندك انت شريف تاخذوا معنا، تابعونا في لما نقول حتى 15.